إن التطور الفعلي والتحسس الحقيقي للمستوى الذي بلغته اليوم قوتنا المسلحة بكافة مكوناتها يستلزمان إيلاء أهمية قصوى للتحضير الجيد والفعال للتمارين المختلفة المستويات والخطط والانتقالات بالتحضير القتالي إلى مرحلة أخرى تتسم بالمزيد من الاحترافية والمهنية في التخطيط والدقة في التنفيذ بهدف التكيف الأمثل مع التحديات الأمنية المستجدة على كافة حدودنا المديدة لا سيما الجنوبية منها، وذلك في إطار الاستراتيجية المتبصرة المتبنات من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل قيادة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. هذه الاستراتيجية التي أثمرت ميدانياً من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها وتحققها وحداتنا المرابطة في كامل التراب الوطني.